احنا عزونا هذا الضعف اولا الى ضعف التاصيل في الرجوع الى المحكمات من ايات كتاب من ايات القران العزيز والاحاديث التي دلت على قضايا محكمه في قضايا القيم الضابطه للعمليه السياسيه. هذه مساله اساسيه. هناك القران الكريم على سبيل المثال شن حربا شديده جدا على الاستبداد وعلى الطغيان وعلى الظلم وعلى العلو في الارض وعلى الافساد. بل هناك اكثر من 300 ايه تتحدث في كل جوانبها عن الحرب التي لا هوادة فيها التي شنها القران الكريم على انواع الاستبداد، انواع الظلم وانواع الطغيان. هذه القيمه الاساسيه في قيام الدوله، هذه القيمه غابت فيما يتعلق في التراث الاسلامي، لان اكثر التراث الاسلامي فيما يتعلق بالسياسه الشرعيه كتب اغلبه في القرن الثالث والقرن الرابع. الامر الاخر الذي اكتشفناه هو اننا النظر الى الخلافه الراشده، لان الخلافه الراشده خاصه في زمن الائمه الاربعه المهديين رضوان الله عليهم، وخاصة في الأكثر في زمن الاستقرار في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وجدنا أن هناك تباعد كبير جدا، لأن ما وجدناه في كتب السياسة الشرعية فيما يتعلق بسياسة الدولة وحقوق الحاكم وحقوق الراعي وحقوق الرعية، وجدنا هناك ضعف شديد جدا في إسقاطات القيم التي عملها وقام بها وحافظ عليها الأئمة من في زمن الخلافة. حافظ عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحافظ عليها عمر رضي الله عنه، حافظ عليها عثمان وعلي، حافظوا عليها بشكل كبير. هناك هذا ضعف شديد، ولذلك نقول لا يوجد أي خلط، ينبغي ألا يوجد أي خلط. هناك نعم ضعف في التناول الفقهي، لكن في النصوص المحكمة في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين القطع والمتغير فيها وفي أفعال الخلفاء الراشدين، هناك كم كبير جدا من تناول قضايا الدولة بتفاصيل دقيقة جدا فيما يتعلق بالقيم، فيما يتعلق بالسياسات، فيما يتعلق بحقوق الأمة، بمحاسبة كامها. أنت تعرف قصص عمر رضي الله عنه وقصص أبي بكر رضي الله عنه من قبل، قصص واضحة وجلية وقيم. يعني هناك حراك سياسي حصل في زمن الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، الخلفاء الأربعة، هناك حراك سياسي أثبت أن لهذه الأمة حقا وأن لإدارة الدولة تغيرات. وهذا وجدنا مثلا في عهد سيدنا عمر عندما استفاد من ما هو موجود. فلذلك نقول انه لا علاقة بين الضعف الحاصل في فقه السياسة الشرعية وهو قلنا كم قليل، وبين ما هو موجود في محكم الكتاب الكريم وفي نصوص السنة النبوية وفيما ورد عن صحابة.